هيك هيك خلاص. مشاهدينا انا معاكم داخل هالقودي ومحدر من البوم مالي، قاعد ويا البحريه شويه قاعد نسولف لان عندنا خطفه قريبه عند اهلنا بالبحرين، فان شاء الله تتابعونا في من لهجتنا. وانا جايكم بحكي عجيب وغريب وفله، لا تطوفكم الحلقه. ياي مشاهدينا، واحنا وياكم هني في نقعة الشملان، نقعة شملان الرومي، يمكن هذه من النقع الوحيدة اللي ظلت بالتالي. فما شاء الله انا يعني بنقولب، ها بنقولب بالحلقة، كلمة نقولب يعني غير شوي، ها نقولب قولب غير مني ولا مني، ها كذي ولا كذي. فبنقولب وياكم بين هالبوامة، و بتكلم لكم عن التريج. التريج اللي هو الطرف، هذا الطرف، طرف البوم تريج، ها الحافة هذه يسمونها التريج. يعني هذه كلمة تريج أيضا، تريج انفقدت بعد، ما قمنا نسمعها إلا عند أهل البحر. وايد حكي بنقولب وياكم من بوم لبوم، راح تسمعون ويانا وايد كلمات انفقدت، مثل الكلمة اللي قلنا لكم عنها قبل، القودي. هذا احنا داخل القودي الحين، البوامة صافطة داخل القودي. تابعونا بخاشي لكم خوش حكي. مشاهدينا، قبل بالبيوت، البيوت العتيجة بالكويت، هذا القرو شيء أساسي بالحوش، أساس كذي تغسل، يغسلون المواعين القرو. مشاهدينا، واحنا هنا على البوامه، واحنا جايين عندنا واحد من ربع زلق، حاش القصيع وزلق. فدائما دير بالكم لما تروحون البحر، دير بالكم القصيع. القصيع عباره عن زرع بحري، لين تطيح المايه يبين في حبات صغيره، ها عشان كذي مدوره صغيره، يسمونها قصع. الكلمه يت هذه قبل لين يفلون اليهال، لين يفلون اليهال من القمل بشعورهم قبل، ها يفلونهم، يحطون القمله بين الاظفرين ويقصعونها، يقصعونها كذي، ها القمله يحطونها بين الاظفرين ويقصعونها، لين يقصعونها زين، يسمونها قصعوا القمله. فهذه كلمه قصيع جت على هالسالفه، صوت القمله لين يقصعونها بين الاظفرين نفس صوت القصع، هذا القصيع سموه قصيع. طبعا احنا عندنا التصغير دائما، الكويتيين دائما نصغر، ها قصيع. فهذه من الكلمات القصيع اللي على قولتهم يزلقنا، وزلق واحد من الربع اللي هو يصير على الصخر احيانا قصيع، فاذا ما تدير بالك تزلق. دير بالك لا يلفحك هواء، كلمه لفح الهواء، لفحك هواء، لفح الهواء يلفح الوي، يحوش الوي، ها فلا يحوشك هواء، لفح الهواء لا يلفحك الهواء. فأهل البحر دائما يتحرصون ان لا يلفحهم الهواء. كلمه لفح ام كلمه عتيجه، مثل كلمه قصيع، قصيع البحر ام عتيجه. وايد حكي مجهزه لكم اليوم واحنا بنقعه الشملان. لا تنسى لهجتك وروحك، ولا تظن كل شيء يمشي على ذوقك، هذه لهجتنا، هذه ثقافة، تكفى لا تخلينا في يوم نقول حسافة. ادرس وتثقف ولا تنسى حدودك، ولا تنسى الكويت خلها بعيونك. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا، اجدد لكم تحيه مره ثانيه في من لهجتنا. مر علينا واحد من الاخوه العرب قط كلمه، قال
السفن دي مطرحها غلط. في ناس ايضا يقولونها مطرح، مو كذي تنقال. مطرح هو مطرح اللي كنا ننام عليه، الفراش، الفرشه قبل يسمونها مطرح، حتى الفرشه اللي بالصاله قبل، الفرشه القطن اللي الناس تنام عليها سواء بالصاله او بغرفه النوم يسمونها مطرح. او مثلا يقول هذا مطرح، خوش مطرح حق القعده، ها يعني مكان. فكلمة مطرح هذا معناها. قبل يقولون الحين ما قمنا نسمع مطرح اللي هو الفرشة أو مطرح الفرشة اللي بالصالة أو غيره. أيضا واحد من ربع يقول لي تشوف السفن وراك صايرة لازقة ببعض. قلت له إيه لازقة صحي. قبل يسمون ما يقولوا لازقة، يقول لازة ببعض، لازة لز، ها لازينهم ببعض، الخشب لاز ببعض، الخشب لاز ببعض. أتذكر أغنية رحمة الله عليها عودة المهنة المعروفة يا صاجة ويا صاجة، تقول يا أخوي يا محلى الخشب ليه لزة السيف، يردون عليها يقولون صاجة كلها صبيان تير المياديف، ها يا محلى الخشب ليه لز السيف، بالسيف يعني الخشب اللي أنتم شايفينه الحين، هذا السيف وهذا الخشب، هذا السيف خشب، شوف البوامة شلون لازقة ببعض، لازين لاز ببعض. ها فكلمة لاز أو لز انفقدت، ها ما أقدر أرجعها والله، يا ريت هلا الود ودي أرجع كل الحكي. تابعونا يبا تابعونا. مشاهدينا وانا بهالبوم على قولتهم مرتاح وقاعد ومنسنس علي الهواء ومغير جو، منسنس، مر علي واحد يتكلم وايد لغوي، يعني من اللغة يتكلم وايد لغوي، راي حكي وايد على الفاضي على قولتهم. انا قاعد هنا معود مغير جو ومرتاح، وانت تقرق على راسي، تقرق قرقي، كلمة قرقي هم بعد مفقدة. زين هالقط يدور سمك، شبعان شوفك مربرب مدحدح متين، القط مربرب من كثر الخير والنعمة، الله يزيد النعمة الحمد لله، الله لا يغير علينا. يعني واحد يقول ترى هني في ميافر. قلت له يبقى احنا نقع هني، وين ميافر؟ تعرفون شنو ميافر مشاهدينا؟ ميفرة هو المكان اللي يعيش فيه الهامور الصبيطي، مكان اللي يعيش فيه داخله، يعني عبارة عن صخر متراكم وفيه مثل داعوس صغير حفرة ويدشون السمك داخل، يسمونها ميفرة السمك، ميفرة أما هامور أو بالول صغير الهامور أو صبيطي مزيزي، أنواع السمك يسمونها ميفرة. هذه بعد كلمة ميفرة راحت، إن شاء الله ما يروح شيء ثاني. تابعونا. كمار وين راح هذا؟ وين لابد؟ هذه وين لبد هذا؟ مشاهدينا لبد لبد، كلمة لبد يعني انفقدت، لبد انخش. ما تذكرون اللبيدة، لعبة لبيدة، ها؟ لبيدة يعني خشيش، كل واحد ينخش، ها؟ مو خشيش، لبيدة نقولها عادي، كل واحد ينخش بصوب يلعبون لين يروح يحيي الميت، لبيدة. هذا لابد كمار ما ادري وين راح، بغيت يطلع لي شو اسمه القرقور، شيء تل شيء قرقور، ما تعرف القرقور مال السمك، شبك القرقور اللي يقطونه ويدش فيه السمكه. هذا بحكي عنه انا بحلقات ثانيه ان شاء الله في من لهجتنا. نشوفكم بالحلقه الجايه على خير، في امان الله.